الفول من الأطباق الأساسية في موائد سكان ولاية غردايا مرتبطا بالعادات والتقاليد يوم عاشوراء. هكذا تحضر السيدة النوية الشحمة طبق الفول باستعمال التوابل المتنوعة التي تزيده طعما وذوقا، منه من تقسمه على العائلة ومنه على الجيران والأقارب. المرأة نوض صباح بكري جويت الفجر تصلي الفجر وتبدا الفول تاعها تكون نفخاته من الليل، صباح تصبح حاطه خلاص يعود يستوى وطاب، تبدا تقسمه وراكي 7 تاع الصباح 7:30 يبدا يتفرق على الجيران. ما راكم تشوفوا معنا هنا راكم في ضيافه ولايه غردايه، نقسموا دائما الفول تاعنا، نديروا كونتيتي نص نديروها صدقه للجيران والفقراء والنص الآخر يبقى لبقية العائلة. ولعل من العادات باحتفال بيوم عاشوراء تزيين الأطفال وقص القليل من شعرهم، وأيضا استعمال البخور يوم عاشوراء لتزيين البيوت. الاحتفال بيوم عاشوراء في المجتمع الغرداوي هو أننا الفتيات والصبيان الصغار واش نديروا لهم؟ نحيوا لهم جزء من شعورهم، نردموه تحت شجره باش شعره يكبر كما الشجره. هذا وفتح المصري السيد خالد طلعت البهلساوي المقيم بغردايا قلبه وبيته لقناه شروق نيوز، واكد ان طبق الفول في الجزائر له طعم خاص في هكذا مناسبات. طبق الفول بتاعنا هو يعني يختلف 360 درجة عن الفول بتاعكم، مع ان دوت فول ودوت فول. لا والله بسم الله ما شاء الله حاجة بنينة. يعني انا بالنسبة لي يوم عاشوراء عامل كده زي عيد الاضحى، فرق كبير بالنسبة لمصر. الاهل كلهم بيتجمعوا، الاكل لازم بتهادي الجريح. هكذا يحتفل سكان غردية على غرار كل ولاية الوطن بعيد عاشوراء بأطباق ومأكولات متنوعة، ويبقى طبق الفول علامة وصورة على التضامن والتآخي بين الجزائريين.